de blast et que bête l'émission. Tout de suite, à des nouvelles générations. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak al Hanej dit ma hadra ma yebdachi. Merci. Dali, Dali Tounsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila tel Farik, hadi yali del Asli. Marou el Mouzayen, aqwa mouqala des fanan. Ahmed el Ajimi, ma tansahch la Edouane. Ah, wallah Nedouane. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. اي فما احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موعد جديد من نوفيل جينيراسيون اليوم الثلاث 19 اكتوبر 2021. رافقوكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. تحية لكم الناس الكل داخل تونس ولا خارجها. شكرا كالعادة على مساجاتكم على تفاعلاتكم معنا. ان شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن وقد المسؤولية. الفريق حاضر كالعادة في اوج العطاء مهدد بالقتل حسب قوله مريم بوزين. مونغاتي مونغاسور عاسلامة. مرحبا بكم في نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل. ما تقديمك ناقص أي؟ مثير للجدل ومهدد بالقتل. رمز الوفاء مستحيل تغيب على حصة إذاعية من أجل تصوير حصة تلفزية لدير عسلي. هلو هلو مرحبا بيك طارق. مرحبا بالعباد اللي تسمع فينا وتتفرج فينا. أنا عندي تعليق بركة للمثير للجدل. أي؟ فما ستوريات ريتهم كأنه بيعنا الكل على صحفة عسلية. كأنه مانيش سور اما كاينو بيعنا معناتها الكل فردا فردا اما بالبوفريو راهي طار. اه باهي مريقل لك هيك عندك هذا لا يعنيني سيتي بيان البارح تورناج عبد الله بيك شو. والله سيتي بيان. والعباد بعد ما تكمل تسمعنا في نوفيل جينيراسيون تنجم تفرج فيا في كارتاج بلوس. غدوة في لا اليوم عاد لا غدوة غدوة بالاربعة بالاربعة فما ديكالاج لا ميت ما كنت غدوة بالاربعة الموعد على كارتاج بلوس غدوة التسعة غربع على قناة كارتاج بلوس معروض في العالم. ولكن كل عادة انتم حطوا العشرة بعد ما توفى نوفيل جينيراسيون. على شمالي نجم التاسعة قريبا انا احمد العجيمي. انا نجم نجم علاش معليش تحط فيه في اطار ها علاش تحط فيه في اطار شو محلاه نجم القنوات التلفزيونيه قريبا نجم الكل صحيح صحيح الكل ما تحطنيش في اطار واحد صبار الحمد لله. ما تحيه لجميع المستمعين في الجينيراسيون اي سورتو خاصه اللي ديما يبعثوا لنا مساجات توانسه من برا يسمعوا فينا برشا من برا. تحيه لهم ورانا هنا كل يوم وقاعدين. المقربين منك يقولوا انك الاسبوع هذا كنت هكا منشرح اكثر من العاده في اسبوع المولد النبوي الشريف وكل بالطبيعه انا كل مولد اكثر بالنسبه للمواعيد انا كل مولد طارق كل مولد حاجه تفكرني بسيدي مبيدي ما نبدا فرحان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبدا الشيخ نبدا فرحان كيما البارح جبه وكل شيء وفي الاطار زقوق وبشمت بيها على الاخر الحمد لله وربي خلينا العمر الاسلاميه كل صوت الرابوريت التوانسه الكل بلال العريبي. عسلامة مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا وين ما كتبتوا الفريكونس نتاعنا متى حتى المساعتين نتاع الليل ان شاء الله نعملوا مع بعضنا المساعتين نتاع الليل العشر انا العشر نتاع الليل ماني انا نخدم من بعد بعد كمل دول الف الحضور لا يقتصر على هذا الرباعي. يحضر معنا مخرج وسيناريست سينما يتميز بالافلام الوثائقيه الروائيه زادت دوك فيكسيون تعود بالحضور في ايام قرطاج السينمائيه اللي جي سي سي افلام تطرح معالجة الواقع تونس بتناول مختلف. تعرف برشا بالفيلم ولدك راجلة القوس نازل في أيام قرطاج السينمائية فيلم الحس. معانا المخرج هيفا البن يوسف. أهلا وسهلا. هو اقرب لي الميكرو عاد طلع لي شوي الميكرو مروان الهيفل خرجوا من الخراج مع شيف مشيرة. شنو هي مهدد بالقتل على خاطر عملت صوت قيس سعيد يعني قلت لي اقعد بحذايا. أهلا وسهلا هيفل. أهلا وسهلا بكم ومحلى اللمة نتاعكم ومرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. حضورك نورتنا بحذانا. بعد شوية نحكيو على فيلم الحس اللي نلقاوه في أيام قرطاج السينمائية بداية من 30 أكتوبر 6 نوفمبر هكا ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله تكون برمجة دورة ناجحة. سنة عمناول كانت في إطار الكورونا والجو الكل. سنة إن شاء الله تكون دورة ناجحة برئاسة رضا الباهي سنة مدير المهرجان. مدير المهرجان رضا الباهي. إن شاء الله بالتوفيق لكل الأعمال الموجودة في الجي سي سي. فما ثلاث أفلام توانسة في الأفلام الروائية طويلة. اي فما عبد الحميد بوشناق ليلى بوزيد لاني سعدي. ان شاء الله الكل موافقين في ايام قرطاج السينمائيه. بعد شويه الحصه الكل باش تكون مبنيه على السينما اليوم العجيمي. اي كل شيء اليوم بحضور هيفا بن يوسف. بعد شويه نحكيو على الفيلم وكامل الفقرات حول السينما. اي حتى القصبجي نتاع مريم بوزيان اليوم سبيسيال سينما. وي 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 اقعدوا معنا واصلين معكم حتى العشره نتاع الليل. فاصل صغير وراجعين. التسعة و17 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون كالعادة. مروان بوزيان مونغاتي ليدر عسلي هلو هلو احمد العجيمي بونسوار بلال العريبي مرحبا مرحبا يحضر معنا المخرج السينمائي هذا بن يوسف. مرحبا بك. أول فقرات البرنامج لو كان. أول فقرات البرنامج هي لو كان. هيفل الإيماجينير والخيال وهو أساس السينما هكا ولا أساس الحياة أساس الحياة. لو كان عندك فيلم
في جي سي سي. يا 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 لحمي قشعر لحمي قشعر يا طارق كهو متكمليش لو كان يزي بليل عجيمي عبي شوية عندي ورقة مهمة طاحت لي باش نهزها باهي احكي يا مروان فيلم في جي سي سي تصور روحك عندك فيلم في جي سي سي صحيت اي ومعانا سيجبتها لو كان عندك فيلم في جي سي سي وقفنا انت تو وصلنا الليلة الليلة قبل حفل الجوائز هو الكوستيوم تاعي بلون انوار طارق فيسع هو من السبت للسبت كيما نقولوا نهار الجمعة جيك تسريب قال لك راك انت الفائز انت اللي عندك تانيت الذهبي هيفل اول مرة يحطنا في سيتواسيون باهية لحظة طارق نحب نشكر الناس اللي امنت بيا نحب نشكر الناس الكل اللي قالوا لي الفيلم تاعك مش باش ينجح ما هاني نجحت مروان وتوا انا عندي التانيت الذهبي والحمد لله تعبت عليها برشا مروان ووليد حومتك كل فرحانين بيك راهو كلها فرحان بك الا انه شنو صار ايوا التانيت تاع مجذابي لا اصبر جاك شخص عنده فيلم منافس ليك في نفس المسابقه هيفل هذا لا عبد الحميد عبد الحميد حتى هو جاه التسريب انه جاء الثاني في المسابقه العجيمه جاء الثاني تسريب مدلك شيك فيه 120 مليون الله مقابل انك تنسحب من المسابقة دونك باش يربح هو اللي ياخذ تانيت الذهبي قديه ياخذ فلوس هاي 25 مليون سنة كانت شيك فيه 120 مليون مقابل انك تنسحب من المسابقة كي تنسحب انت العجيمي دونك يربح الثاني باه معناها كان انسحب من المشاركة نولي اغنى من اللي جلولين وي حاب تقول لي هكا اما هو عنده فلوس بو نقبل طارق نقبل طارق تقبل 120 مليون طارق تستغنى عن جائزة التانيت الذهبي طارق الفنان مش جائزة اللي تحدد قيمته عملها بار كونتر شكل 120 مليون يحدد لك قيمتك كإنسان مصدوم هيف المصدوم فيكم مش يفك لك بلاستيك في الفيلم الجاي انفدلك طارق ما ناخوش 120 مليون فما خيانة مروان مش يشارك في فيلم غير ما يقول انا هو مش احنا اللي نعمل مسرح مش انت يدي جت عليك باهي مريك ايه تفرحتك تطلع من الشمال غمه وتنحى لا غمه تصوري مثل قبلنا يا احمد نموت نموت ترى 12 سنين من دار ثقافه لدار ثقافه قلت قيس عيد ياخذ بطوله انا هبطت بكرشوم من برف هبطت بكرشوم عملت بروف انا خلف النصوص قلت بورقيبه من عام 2000 انا راني قلدت وخذيت دور بورقيبه انا قلدت هتلر اكثر من هتلر مروان بوزيان باع معناها احمد العجيمي جيك تسريب ليله قبل الحفله انك انت صاحب التانيت الذهبي فرحت ثم جاك شخص قال لك 120 مليون مقابل انك تنسحب وياخو هو الجائزه احمد باع القضيه معناها وي باع الفيلم كل عاده من اجل قديش 120 مليون 120 الف 40 الف دولار تقريبا 120 الف دينار انا قبل هذا كل سنكلم مريم البوليو نشوفها اللي هي باش تكون موجوده ولا علي كاني تو نحكي لك لي لحاجات اخرى طارق انا علاش نعمل فيه الفن ترى انا علاش نعمل في الفن تعمل فيه للفن الفن من اجل الفن اكيد ليه نعمل فيه من اجل الفلوس طارق ما نجمش نقبل 120 الف دينار ديريكتومون خاطر طارق لازمني نسال ليكيب نتاعي خاطر طارق ما تنساش اللي فما ممثلين فما يكيب تكنيك فما وزارة الداخلية ما سيبت لنا درون كان يعلم بينا ربي صحيح معي. انت بالدرون خدمت خدمت بالدرون اي نشوف الاولاد ونقول لك تكلم الفريق الكل ثم ترجع لي فوالا بلال العريبي بابا البيه انا نتصور ناخذ المرتبه الثانيه نجم ناخذ المرتبه الثانيه ولا ناخذ من عنده الفلوس اي ونحط روحي المرتبه الثانيه ليه عاد ليه ليه انت ما تنجمش تولي الثاني كما ما تنسحب هكا ولا علاش باش ننسحب هو الاول ما تتنحاله المرتبه الا ما تنسحب ثاني الفيلم تاعي فاشل يجي ثاني ثاني انت انا الفيلم تاعي نحبه الثاني لا باش تجبد هذا الكل هذا الكل على 120 مليون نجبد انا نجبد وقت تجي اللجنه باش تكرم وندخل انا نجري اي شنو تقول اعطيهم الفلاش في الفيلم كلهم تفرجوا فيه يسخايب روحه مريم بن شعبان اما باش تنسب لك انت في الاخر هما ناخذ 120 مليون اي باش يعطيني التانيت تعطيهول نعطيه التانيت تقول له تفضل وانت تسال التانيت هذايا اي ولكن هما غايتو التانيت تاريخيا باش تنسب لك انت التانيت الذهبي يا ودي تقول لي هو ثاني انا اللجنه نقول له انت راك انت الاول فهمت احمد كي تسمع كلمه لجنه هكا اش تحس لجنة طارق لحمي قشعر هكا بالحق لحمي قشعر وسيئة معناها تسمع كلمة لجنة فقط تدخل بعضك اي لجنة ترى ليدي العسلي هو توا اون جينيرال معناتها السوم لي زابارتمون قداش ولا معناتها اون موين شي في حدا كارتاج جاردان كارتاج ابارتي من 250 مليون على حسب بيرايتي انا ما نفهمش برشا في الاسوام لكن 400 مليون اسمع سامحني انا نتصور 120 مليون مع شهريه يا فاهم اللي تاخذ فيها ليديا تاخذ 120 مليون توا هي خدمه ماشي خدمتي انا وحدي معناتها فما ايكيب تكنيك كامله ايكيب نتاع سون تصوير ممثلين
مهمين برودكسيون كامله ورايا معناتها لازمني ساعه نعمل ريونيون معاهم ونقروا في اني وكونت باش يتصبوا ال 120 مليون. لا معناها الكلكم بعتوا القضيه. لا مازال هاي مازال هاي ما عطيناش رايو. الكلكم بعتوا القضيه للكرونيكور اللي حاضرين معايا ريك يكمل الجمله. 120 مليون ما بلاش قضيه. مازال هيفل المخرج اللي مستحيل يبيع القضية. أنا بدي راني ما من سلمش. ليه ساعات يزمك تبيع القضية بتربح قضية ما أكبر. أنا نحب الروح. هاي هاي. سمحني تاخذ 120 مليون تزيدهم 30 تولي 150 تعمل بهم فيلم واحد اخر. اي وتعاود تبيع القضيه مره اخرى. انا باش يفرح ليك نتاعك اكثر تعاود تخدمهم في فيلم واحد اخر باش تعطيهم اوسكار هكا ما نعرفش الدرابيش معمول. هذاك شنو جيت نقول حتى انا قبيله هذيك فكرتي بالضبط. انا في حاله تصور واحد يعدي عمره كل يندهش في حاله اندهاش. تصور طارق واحد يعدي عمره كل ينسحب وكل شيء حاب ياخذ 120 مليون خمس انسحابات صايه فضيتها. نحب نسمع رايك انت. انا في حاله صدمه يعني انا كنت مستحيل معناه. كيفاش مستحيل؟ انت مستحيل جي ثاني ولا شنو؟ مستحيل اني معناها نسلم في التانيت الذهبي اليوم يعادل اوسكار معناها في تونس مقابل 120 مليون اوسكاير في معناها كانك حذرت الفقره كنت متوقع انه انتم معناها المال يسلب لكم عقولكم. اما هاي في المعناها اما انت المال يسلب لكم قلوبكم. ايه المال مش باش تحطه في مكتوبك راه في فيلم تيزي هايفل سيئة تو سيئة من غير ما تلقفها. لا لا قلل مانيش نلقفها بالعكس. انا خير تاخذ اوسكار ولا فيلم خذيت 120 مليون باه وعملت فيلم اخر وجاك تسريب انك انت عندك تانيت الذهب ثم جاك شخص اعطاك 150 مليون مقابل انك تتنازل على تانيت الذهب. اشتعم خويا نحب نعمل افلام. مستحيل تاخذ تانيت ذهبي. حاسك قاعد تفلم علينا. باهي هات شوف هات شوفوا لقطات من فيلم الحس لهيف بن يوسف نلقاوه في ايام قرطاج السينمائيه بدايه من 30 اكتوبر. يلا نشوفوا لقطات من الفيلم ثم نرجعوا. يلا من غير ما توريني. إيريس برود ثم ورقة ان شاء الله بالتوفيق. هاي في بن يوسف في الفيلم هذا طارق مثلت فيه حاب نقول لك مثلت فيه ابو هو ما في بلوش المخرج اي مخرج مثلت الحسن. نرجعوا لبداية الفيلم هاي في قد قعد في الكتابة الفيلم هذا بيه الفيلم هذا تكتب في المبوتياج تاع محمد الخامس في الفيلم. والله ما كان يلهم كثيرا والله لانه بالساعات هذا المبوتياج تحكي لي 6 شهور نكتب في 6 شهور قعدت في محمد الخامس 6 شهور نكتب في سيناريو ومن بعد هذا جاتني الفكره في المبوتياج تاع محمد الخامس كتبتها في ورقه اي بعد جيت البيرو كملت كتبتها وكي جيت باش نصب عرفتك قعدت متردد لاخر وقت اي صب الحس ولا نصب الفيلم الاخر قعدت نكتب فيه 6 شهور صبيت الحس التصوير الفيلم قداش قعد تصوير الفيلم 3 ليالي في لافايت 3 ليالي هو فيلم قصير 15 دقيقة 15 دقيقة جي سي سي ماكش غريب عليه هيف كان فما أكثر من حضور ثالث عام طبعا. الحضور الأميز هو ولدك راجل مش الأميز أما الأولاني الأكثر هذا حلمة قبل نحن صغار حتى في الحومة كل شهر جي سي معناها حلمة كبيرة فهمت أي ولكن فيلم علاش قلت الأميز أنا ماهوش في المسابقة الرسمية تعدى 5 مرات في أيام قرطاج السينمائية وقتها فما عرض تعاود عرض آخر بعده من كثرة ما الناس وقتها تحب تدخل تتفرج أي نحاول فيلم من بعد وتكسرت وقتها الدنيا وكل شيء واضح هو دوك فيكسيون كان الفيلم وقت ولدك راجل دوك فيكسيون يقعد ساعة تصور على 5 سنين ومش خرجتك ال 60 دقيقة هو بريسك دوك علاش أنت زدتو فيكسيون في التعريف نتاعو؟ زدتو فيكسيون باش نحمي الأولاد من حاجات عملوهم في الدوك لأنه هيفل صور مقاطع في فرنسا وفما في المقاطع هذيك فما معناها المخدرات والدروغ تعرف مثلت فيه تعرف مثلت شنو مثلت؟ حارق شنو هي؟ شنو؟ أنا يعني في فرنسا شنو مثلت؟ مثلت في كل شيء أنت تعرف حكاية الفيلم ولا إيه؟ ولدك راجل هكا توا ولدك راجل شنو هي كان اسمه قبل ما يولي ولدك راجل؟ ولدك مش راجل شنو هي؟ ولدك راجل فما نقطة تزادت للعنوان باش ولى اسمه ولدك راجل شنو هي كان؟ النقطة اي فما نقطة زادت في ولدك راجل ولدك راحل صحيت كان اسمه ولدك راحل هكا ولا كان اسمه ولدك راحل انا نصور مع الاولاد الشخصية الرئيسية غزر الكاميرا عربي قال ما تخافش بابا ولدك راجل
فاصبح اسمه ولدك ولدك راجل ديكليك يصير اللي طارق على السؤال تاعو جست نكملوا علاش ردوا فيكسيون لانه فما الوقت تصوير مخدرات وكل خفت وانت ما عندكش وقت حتى ترخيص من وزاره الثقافه وقت مشينا ما عندنا شيء انك تصور لبرا ديجا بديت نصور فيه قبل نحل الشركه نتاع الانتاج نتاعي معناها دونك هزيت ليكيب ومشينا في كرهبه لوروب معناها خاطر ما حبوش حتى العودنا للكاميرا وقت في الطياره خذينا هزينا الكرهبه نتاعي حصير وحطينا فيها الماتريال خذينا الباتو هبطنا في مارسي فحمايه الفريق غادي يجيش الامن والحاجه راه ديتو فيكسيون باش كان جاو لقاو الجو يحسبوها تابعه الفيكسيون فيكسيون كل شيء الوغ هي تابعه مخرج متحيل قول لي مروان مخرج متحيل معناها هذا شنو نفهم يتحير على الثغرات حتى ينتج فيلم صحيح نعرف يضحي من اجل الافلام الفن هذا هو الفن بلي فما الاسئله كيما سالت انت توا احمد بريود الاولانيه وقت اللي خرج الفيلم نتاعو مش يحضر في قناه ما تحبش كان نذكر اسمها ولا شيء حاسيلو قناه تلفزيون فما مذيعه ما فرجتش جمله في الفيلم لا ماهوش تاسع وماهيش قناه خاصه ما نحبش نقول ماهوش قناه خاصه يا ربي مش الوطنيه اثنين اش عمل لي مشاكل حاسيلو قبل ما يتعدى بالضبط مازال قداش وقت باش تدخل هايفل درجين بالضبط قلت له بلي الفيلم على شنو يحكي يا اخي هايفل ما كانش من العكسين قال لها راهو يحكي على قصه حب في البرتغال والله كيما نحكي هذا قصه ولدك راجل شادي بال كل على قصه اوه دخلت تسال ضيعها جمله دخلت تسال فيها على قصه الحب لي في البرتغال معناش تربي جيت مراجع انا اليوم فهمتني لا ولا بالحق نداء للصحفيين كل كي تعيطوا العاب باش تحكيوا مع السينما تفرج على الفيلم ولا عم تشغلش على الفيلم صح يزي مانيش املا الفراغ يزي ما كاش عندك جديد وش عملت وكيف جاتك الفكره باركونتر فما سؤال هنا ديما ما نحبوش يتنحى اي اللي هو مثلا هيفل الفنان شنو يقول هيفل الانسان اللي يقع الخيال الفيلم مدعوم 50 50 50 وزاره الثقافه 50 35 برودكشن وزاره الثقافه 65 ايريس واضح الكاستينج كيفاش صار من الكتابه كانوا شخصيات واضحه فما عباد اللي ملي نكتب اون فونكسيون دو عرف ملي نكتب نخمم فيهم فهمت كيما دمق ولا ديهش نعرفوا في الدنيا كيفاش يتحرك ليتيك نتاعو وكل شيء عرفتك كان واحد منهم قال لي ليك اللي باش نحل فهمت باش نبدل بنيت عليهم الكتيبه وفما اللي كنت ما نعرفهم جمله كيما الشخصيه الرئيسيه حسين بوراوي معناها جا عدى كاستينج قبل ما قبلناهوش مقعد في مخي دونك كي نكتب فيه ولا اللي هو من اهم شخصيات العمل وما يقول حتى كلمه يقول لي في الفيلم حتى كلمه فيلم كامل سكت واضح رغم اللي الفيلم اسمه الحس هو الحس جاي من فوق معني بطولة شكون هو؟ فما محمد داهش مراد بن نافلة عبير البناني حسام البوراوي مصطفى القضاعي مراد بن نافلة مراد الغرسلي مراد الغرسلي تبارك الله مراد الغرسلي تحية كبيرة لممثل جامد قوي انا نحبه برشا الممثل هذا مراد الغرسلي تو يعديونا شوية صور من الفيلم فما ممثلين عيدت لهم بور تيست الكاميرا في ادوار ما مشاوش بدلت ديما نخدم بالكاستينغ ديما نخدم بلي تيست كاميرا فهم ممثلين يتغشوا قلت ليه جا عادي تيست كاميرا عليه ليه مش نقص لك في القيمة متاعك بلكش ما تمشيش على الشخصية ذيك فما حتى شكون برفو معاه جمعة نص بعد سامخش با معني. في الفيلم هذا مشيت برفتو مع شخصيات ثم مشيت في الفيلم هذا عبير البناني كانت من الناس الأولى في الدور بتاعها هو عبير البناني ديما باش تكون موجوده في الافلام تاعي في خاطرها تسكن بحذا البرود سامحني على ذكر الكاستينغ لا اختيار فني بحت على ذكر الكاستينغ فما شكون يقول لك مخرجين يبدا يدور في الشارع ويعجبوا واحد يقول له انت باش تولي ممثل صحيح هذه فما مخرج امريكاني في بال اغزل انا مثلا فما ممثل اللي نجم يمثل لك برشا ادوار انا نمن بالبروفيل نمن بالدور معناتها نجم نادي العابد ينجح كان في الدور هذاك فهمت ما عجبتش واحد في الشارع كي قلت له انت تصير تبدأ في حاجة تخيل شوف أما تهز وتبرف معاه تأسيوم بعد معناه وما تلوش على دي بروفيل اللي جنرالمون يبدأوا يشبهوا في الحقيقة للبرسوناج متاعك صحيحة صارت لي في الماندا مثلا كيفاش في الماندا مثلا الشخصية الرئيسية سمر ماتوسي أي خونش ما ديما نقولها ما كانتش في مخي معناه ما كانتش في مخي أني باش نخدم مع سمر في وقت نكتب في الدورة ديك ديريكت جيت مخي هاي فيزيك مو سي سمر كيفاش تحكي لواحد انك تفاسي سمر عيطت لها عملنا كاستينغ بربنا كل شيء خرجت حاجه بها على الاخر حاجه مزيانه برشا يعني تكون مش مخطط الحاجه شو ثم تجي حاجه هكا فجاه ما تقرا لهاش حساب اللي تاعك وتتحمل مسؤوليتك في الاخر ديما نقولها في الافلام الوثائقيه اللي انت خدمتهم برشا فما نسبه كبيره من الحظ الافلام الوثائقيه فوالا ديما نقولها راهي مش قوه موضوع فما نسبه من الزهر انا بالنسبه لي فيلم وثائقي قوته في الشخصيات اللي فيه يا يشدك يعرف يحكي الحكايه خاطر انا مانيش ماك هو يتكلم في الوثائقي بدا اوف يحكي وهناك لا ادري لا نحب الشخصيه اللي تحكي لي الحكايه اون ايماج فهمت دونك كان الشخصيه نتاعك ما تعطيش كيما نقولوا نحن ولا واحد بالنسبه لي مش ولا عمل ممل معنا بورنج عرفت دونك فهم برشا مش زهر زاد غوشيرش قلت لوش
تلوج على الزهر الباهي اللي يخدم الفيلم ساعات. هي هذيك هي خدمتنا راه انت كي باش تقابل كيما ولدك راجل. ما كانش في مخي الفكره معناتها مشيت عملت اكسبو نتاع فوتو في باريس، تعرفت على الاولاد، شفت برشا انرجي فيهم، شفت حكايه فهمت، هوب يلا صورنا. واضح. مروان طارق كان انا واحمد اي الريشيرش هذه ما عمرها ما كنا شنو انا واحمد عمرنا ما لقاونا في ريشيرش في الكاستينج. في الكاستينج ابو احمد مروان ما تتفق معاه؟ ما نحبش مروان يحكي حاجه بيرسونيل هكا في راديو. اما انا تو محمد الخامس ماني عشت فيه طارق من بعرضني هيك ابو اي ماني عانيت من الكاستينج. عانيت برشا كاستينج هذا 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 حاجه مهمه طارق. ما لا ما لازمش تتعدى ان ابيرسيو كيك، لازم تحط في قالب مهم باش مخرج اليوم معانا يبدا فاهم. بلال العريبي ترى لو نستغل هكا صوتك شويه لو تقدم لنا الحكايه هذه اللي يعني ومنها مروان واحمد ثم نسمعوهم. هاي في اللي انت مخرج تسمع ممثلين اليوم هذوما مشيو لبرشا كاستينجات وما لقاوش الفرصه. مرحبا بكم الناس الكل في قضيه جديده، قضيه تهز زوز من الناس عملوا العديد من الكاستينجات ما قبلهم، مش باش احكي وحكايتهم لكن قبل وفاتهم. بالحق قبل وفاتهم طارق، وفات فنيه نعتبرها انا خاطر عديت اكثر من 13 سنه كاستينجات طارق، درتهم الكل مسارح ديما ما يرونيش المخرجين مروان، ديما نحس بالمأساة، نحس بالمعاناة ساعات فهمت. مرة روحت سيبون خذيت الرول وكل شيء، أي 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 أي. روحت مبرف حكيت لأمي حكيت لعائلتي صحيح الرول عندي أنا بالحق تفاجئت. نهار التورناج وتكست في يدي كل شيء، نلقى وجه جديد اللي هو يعني العبيد فدت منهم بس قاعدة تتعاود في الأفلام يقول لك منيش باش نجيبوا الناس تاع الوجوه التلفزية، بعد نلقى كل وجوه التلفزية طارق. أنا ماني طالب شيء من الدنيا أي. أنا من الدنيا ضيف طالب كان عين تغزر لي ويد تصفق عليا كهو طارق. تقبل ضيف شرف كهو طارق؟ نقبل ضيف شرف خاطر أنا ما نمنش في مرة الكبير ولا الصغير، فما ممثل أما هما ما يمنوش بها الحكاية ذي طارق، عليه ما يشوفونيش معناه عنديش بواحد باللي يعمل بالك حتى التو ما لقاوكش في حتى هكا دور في اللي تعدى في تونس كل في تاريخ تونس ما فما عليش هاي فم هاي فما ناس تشافت وفما ناس انا مأمنة بيك انا بالحق مأمنة بيكم الزوز وبش يجي نهار اللي الموهبة مديكم الزوز باش تعمل حس وباش تعمل ضوء اللي العباد الكل احمد لو تتخش خطر. انا طارق هناك حاجة انا ما نحبش نمثل باش نتشهر، نحب نمثل باش نولي ممثل، معناها الشهرة هي ريزولتا ماهيش هدف. انت زاد مروان تحب تمثل باش تولي ممثل؟ ليه طارق؟ توا الكاستينجات في الانستغرام انا طارق عندي 5000 ابوني ما يعيطوليش، نعرف عباد ما يعيطوليش طارق، نعرف عباد صدقني ولكن هكا تربطوا الكاستينج بالانستغرام مش الكل سي غولاتيف بالطبيعه. اما طارق انا نعرف نمثل معناها هو مخرج بعضيك لو قدامك مخرج بعضيك سقي حفيت على ايريس نعرفه يحب المكرونه طارق كل يوم نزل في المكرونه طارق. لو قدامك مخرج لو قدام فرضا الفوتو كيف اختيغ متاع فيسبوك طارق ايريس ايريس برو وما انتبهش اللي هي البرود بتاع المخرج هاي في البنوس في محمد الخامس يعرفني مره نبيع له مشموم مره نيش بيعت له بابي مشوار مره نيش وقفت له في كيس بجنبه صب اشتال صب اشتال كرهبة نظفة بيدي طارق اليوم هذي اليوم هذه معاناة الممثل لي بلون كل حافظهم طيب. اما احمد تعرف شنو هي المشكلة؟ شنو هي المشكلة؟ مشكلة اللي انا زاد معاك مشكلة اللي انا زاد فاش مسرح وتو لقيت كاستينج انا طارق يخليني نبدع ولا نخرج الطاقة نتاعي شكسبير ومع معانا التبصص ما يفهموش الهيف اللي بعثوا مرة ساليو قال لي بنوي طول طول قال لي بنوي طارق من با خليني نحكي خليني نعبر نختموا قبل ما نخرجوا اغنية حب نختم لي حياتي طارق انا كهو لو 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 فرضا قدامك مخرج اسمه هيف بن يوسف فرضا شنو تقول له؟ نحب نقول له شوفني يا اخي شوفني يا اخي عيب نمشي من فرنسا ايطاليا نمشي شوفني يا شنية يا اخي يا قداش بوجع شوف لو طون عاود لي شوفني يا اخي يا اخي سي تريرار تلقى ممثل يقول على مخرج يا شنو اخي مروان لو قدامك مخرج اسمه هيف بن يوسف شنو تقول له؟ مش باش يسمعني في بالك تو نحكي معاه ويخمم في حاجه اخرى شايف بليل باش يمثل احنا ما شفناش نسكروا المشهد هذا. كانت هذه حكاية زوز وليدات أما وينهم توا كلاهم الحوت إن شاء الله في راسك هاي في بن يوسف دونك شكون قررت بطل العمل الجاي نتاعك؟ مروان مروان مبروك مبروك مروان مبروك مبروك
مانيش طيب عيطنا مروان طيب مروان مروان اسكت مروان عيطنا شوي سي مروان اخر حلقه ليك معانا لو ما فماش مروان شكون قررت البطل نتاعك مبروك احمد مبروك عيطنا احمد صوفيا صادق عمل على روحك وراح معاكم بعد شوي روحك وما تعملش عليا صوفيا صادق توصلنا ل 49 دقيقه يحضر معنا المخرج هيفا بن يوسف لو سهله لو سهله عمل على روحك على يميني مروان بوزين مونغاتي عمل على روحك يا العجيمي والله وتكلم اي ليبيا العسلي هلو هلو بلال العريبي طارق علاش ما نسميوكش نحن علاش ما نقولوش طارق الحناشي ليه ديما تسمي فينا نحب نسميك تتعدى في الجنجل تتعدى واحد في الجنجل في الجنجل يلا تسويت القصبجي باهي عسلامة مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات في فقرة القصبجي سبيسيال سينما اليوم بشكون سبيسيال سينما طارق الحناشي خاطر بحثنا هيفل بن يوسف المخرج الصغير في العمر ولكن كبير في الأعمال فوالا دونك باش يكون أول إكستريل أمان اليوم باش تكون سبيسيال للرابوريت اللي يعيشوا لبرا اللي هما يعملوا راب تونسي أولهم أمان اللي هو رابور تونسي يعيش في ألمانيا باش تسمعوا الإكستريل هذا اللي فيه برشة تشجيع للشباب اللي كي يسمعوا مواطن هو قاعد في داره وخاصة كي يبدأ شاب تزيدوا برشة طموحات يعطيه برشة أمل في البلاد هذه نسمع بعضنا شنو قال أمان للي فان استنى الفرحة لطمع جيت وينهم اللي قلنا أخوات شكون اللي بقى شكون اللي بقى ماك باش تبقى ذكريات اي ماك باش تبقى ذكريات هذا ياسر متفائل كثر من التفاؤل معناتها نتاعو دونك نكملوا من امون نمشيو زاد لداليتو دالي طلياني اي دالي سامحني دالي توسي غلط وين يقول دالي جي دالي توسي اي دالي عايشك لاباس لاباس كان سحر فابطل صحيح دونك نمشيو لدالي طلياني الرابور تونسي اللي يعيش في فرنسا اللي اشاك فوا نسمعوا رابوريت طارق يقولوا ما سمعوهم ديما بعد غنيه نسمعوه تخلى الحبس نسمعوه صارت له مشكله وين هذه ديما اغلبيه الرابوريت زاد يحكيوا على الدروك يسافروا لبرا علاش علاش ربطوا الغربه بالدروك طارق علاش ربطوها بولدك راجل تاع هاي في بن يوسف نسمع بعضنا دالي الطلياني ومن بعد يقولوا علاش تخلى الحبس نسمع مع بعضنا هذا نثبت وي السلعه موجوده وانت حاضره فلوسك كاش نتلاقوا في الليل نفس بلاصه مع 12 ديما كسف الحب ضوها طافي ما يتراش وسلم روحه كان غلطت معايا ما سامحش وما ننساش دونك معاش ننسئلو يا خويني السينما في الحكاية أبون مش قلت تور قصبجي تبع السينما على أساس السينما اللي عملوا فيها فيها سينما هكا هكا تهكم على السينمائيين هيفل هكا تخليها خلي يكملوا بعد عندك درس من هيفل بعد دونك في الكلمات متاع الأغنية يقول نتقابلوا نص الليل مع 12 تي ماكس لونها نوار في البلاصة الفلانية وكان لقيت كذا اطلبني على الواتساب بدل العريب هذا انت هذا دونك نمشيو زاد الماستر سينا اللي يبعث زاد برشا امل كيما امون في غنية مع الجراندي توتو الجراندي توتو اللي يعتبر من اكثر لي رابور اللي يتشافوا في في المغرب الغنية بار كونتر عندها اكثر من 6 اشهر عاملة 87000 سي بيان سي بيان ماستر سينا اقل غنية عاملة 87 مليون راه سي با بيان سي با بيان نسمع بعضنا ماستر سينا اي بي في بالك غنيتي المفضلة ماما مية طارق طارق سمحني وين السينما في الحكاية قال السينما فما سيناريو حكاية او ماما ماما مية هارب من الجدار مية اوكي انا ما فما حتى تونسي لبرا امور واضحة دوك عنوان القصبجي اليوم الرابوريت اللي يصبوا برواحهم صحيح واضح ولا ما فما غنية اخرى دونك نمشيو للاكستري نوميرو 5 اللي فيه الغالي الغالي علاش تضحك يا ودي غالي مشرفنا لبرا راهو يا بلال انا مستر سينو مستر سينو اوكي دونك غالي هو الرابور التونسي اللي معروف على الشيل انترناسيونال ومشرفنا لبرا دونك المرة اللي حب يحكي فيها بالتونسي واللي حب يعطي فيها صورة باهية للتوانسة اللي موجودين في الغربة نسمع بعضنا غالي شنو قال في الغنية يلا ها اي لا انا حسيت لولولولو تبع السينما ذي هذه هي اللي تفسر السينما هو هو فات يحكي في تصاور غالي اي قال خويا خويا ديمونياتو عنده جنونه خويا قرح شلت روحه اوكي معناها صوره باهيه برشا معناها هو كي يحكي بالتالي صوره ايجابيه جدا معناها كي يحكي باللي بالتالياني يقول كارا ايطاليا نحبك ايطاليا كي يحكي بالتونسي يقول قرح خويا شلت روحه يعني صورتنا لبرا حاجه انورم حاجه ممتازه نحب نقول ميرسي غالي وميرسي للرابوريت اللي يعيشوا لبرا تحيه لهم ونقول لهم بون كونتينياسيون اما بالله
اعطيو صوره باهيه للتوانسه اللي يعيشوا برا، خاطر ديجا امورنا ماهيش لك الكل مع الدول الاوروبيه. نعطيك الكلمه. إيه. آه تفضل خويا. قداش قاعد تحضر فيها الروبيك هذه؟ نحضر فيها، خلي في بالك نحضرها من الفقرات يا امبروفيزيا يا ودي كيك. انا عندي اكستريت ونتكلم على روحي. فيها برشا سينما. فيها برشا سينما على الاخر. ايش حبيت تقول خويا هيفل؟ فيها برشا سينما. كي نخلص عليك مقرونه بعد هيفل ممتازه. هو خلى التانيت على 120 مليون. رئيس نقابه الرابوريت بعد اللي حكاه اللي هو كلاي بي بي جي عيناه احنا بعد اللي حكاه مروان قال لك الرابوريت يصبوا برواحهم ولا شنو تقول انت؟ صاحبي شكون قلت لي ساق بالكل صاي صاحبي؟ رئيس نقابه الرابوريت شكون اللي حكاه عديدنا صاحبي؟ مروان بوزين. مروان بوزين صاحبي ذي صاحبي نعرفه غنى راب صاحبي. مروان شوف صاحبي ما زدت كلاشين صاحبي عندك شو واحد في 50 في المحطه صاي صاحبي انك لاشدك توا صاحبي عم رد بالك صاحبي تجبدنا بالخايب مرة أخرى صاحبي نتقصعني. شكرا رئيس نقابة الرابوريت كلاي بي بي جي. احنا موصلين معكم حتى العشرة متاع الليل فاصل صغير وراجعين. 9:46 دقيقة رجعنا معكم موصلين حتى العشرة متاع الليل. يحضر معنا المخرج هيفل بن يوسف. عايشك مرحبا بك. للأسف مرحبا. قرر انه يتصور مع مروان بوزين. على شو اللي للأسف طارق بتصور معاك دوك يشوف فيك في الكاميرات تاعتي. في بالك طارق ينجم مش كون انت الممثل للأسف. في بالك طارق ينجم ما يحسدنيش على 2 مليار دويت برمونتر يحسدني في أباريسيون في فيلم صغير بينسور رو حب كبير عنده دور رئيسي رو. شكون مروان؟ مروان بوزين. وللأسف شكون بشو صبح ضيف شرف في نوفل جيرس ليدي العسلي. هلو هلو مرحبا بيك طارق. معايا ولا معاهم؟ انت ديجا معاهم غبت البارح. احمد العجيمي. انا الحاجه اكثر حاجه تعجبني في مريم بوزين شنو هي؟ يوعدني بحاجه. قال لي احمد هكا بالضبط. قال لي احمد ما نخدم حتى شيء بلي بيك. اي تنقسموهم مش نقسموهم لي سيكونس نقعدوا من بعد. لحظه بركه هو على صحفه عسيده راهو سايبنا الكل. خلي عاد دور بطولة في فيلم بلال عريبي. نعرف نبكي هاي فيلم شو؟ يلا مشيو تسويت لشي تحب تقوله هايفل. يلا الفقرة هايفل. ناس جبت أفكار تاع حاجات وشي يقولوا لهم الولاد التابيروج. أها شي تقول اللي جاب الفكرة نتاعها في تونس للجي سي سي مش من أولهم كانوا بالتابيروج. اسمعني أنا خلطوا خلوط يقولي ما عنديش برشا يقولي هايفل مع الدورة الدرة بوشوشة كي في 2014 كي ولدت التابيروج موجودة في تونس في الجي سي سي. والله ما عنديش. أي شكو أنا حسب ما نذكر وقتها كنت نهب نتفرج في الفترة هذيك. شوف طارق أنا بما أني عندي الإجابة واللي هي التفسير تاع حكاية التابيروج كمل أعمل تور دو تابل اسأل الأولاد وبين تو نعطيك من بعد صحيح. أحمد العجيمي أنا حد نعرف التابيروج في تونس مش البر مش في هوليوود. البر في المهرجانات بداوا 1922 في بالي بها هذيك. اما في تونس في بالي خاطر لافينيو وين خاطر في لافينيو محفر كيس شويه اي حطوا كالتابي باش اللي تعدت متعديه بطانه ولا حاجه ما تزلقش. صارت هي في دوله ابراهيم الطايف هذا في التابي روج. بار كونتر معليش روج شنو؟ علاش اي اما كي نغطيو التابي واليوم ما نراوش الحفر دونك نتعثروا. ها باش نفسر لك علاش تفضل. مش هما البارير هما يقفوا فيه بوليسيه مش راه البارير في المعبيد البوليسيه شنو يبدو لابسين؟ عاده ازرق. عاده ازرق دونك هنا يجي سؤال اخر علاش البوليسيه لبسوا بالازرق؟ دونك هنا انا مش كنت على وين طارق صحيح دونك الموضوع الحساب معناها هنا هذا سؤال فلسفي على التابي علاش روش؟ علاش انت تلبس بالاك؟ معناها سؤال وجودي هذا يولي كان تقعد في كل شيء علاش؟ علاش ما تحمل المدنيه يلبسوا كلهم بالاحمر؟ بليت هو عام 1974 كانت تخصت التابيروج للنساء كانت النساء تخرج في فساتين حمراء هذاك بالزهر عملوا وقت نهار التابيروج هذيك مش عارف هما قول انت لبسوا كلهم في الاحمر ما انت عملوا اسورتي زعما التابي على الروبا صحيح هي معموله للنساء المراه تمشي على التابي الحمراء والراجل اللي بجنبها يمشي الحفر نتاع في الحفر في الرقار نتاع العين. انا طارق ما تعنينيش كي بمشيش على التابيروج قبل ايه عليه ما تعنينيش بلاع نجم الغادر طارق نجم الغادر نشوفوا هيفل زاد المخرج خاطر انا قلت لك عندي الاجابه صحيحه. انا والله ايش نقول لكم الاولاد الحمد لله مش ديما تحكيوا على السينما. ترى راي مروان راي علمي. شوف طارق السجاده الحمراء باهية اللي هي التابيروج بالفرنسيه هي جايه من الفيروج. الفيروج طارق شنو تعمل لك راه؟ تقف تقف فيه السينما ماهي شكاكة نكسروا الحواجز. الله 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 برافو برافو لأنه الممثل كي يمشي على التابيروج يعني باش يكسر فكرة الضوء الأحمر وهكاكة يترشق الفنان يخرج الموهبة نتاعو. لا لا قصبش السينما برامونتا وبدي بالحق أختي فدليك هو التابيروج بالرسمي التابيروج بالحق والله هي جاية من التانت نتاع التياتر نتاع الريدون نتاع التياتر معناها عاطية على الشو
معناها اللون الاحمر يعطي على الشو كيما في مصر تدخل تفرج الريدو هذاك الاحمر يعطي على الشو ويكسر الجدار ما يمشي فوق الفنانين يكسر الحائط الرابع بين بينهم وبين بينهم وبين المتفرج هذاك ليش اختاروا اللون الاحمر خاطر الاحمر في الار ديما يعطي على الشو سواء موسيقى سواء سينما سواء حاجه ديما فما ريدو ريدو احمر ميرسي تاع انت قريتها هذه مروان ولا شنو اللي حكيتها ليه هذه فلسفتي الخاصه اه مش قريتها في كتاب ولا حاجه لا خاطر انا المده الاخرى نقرا في كتب وسلفت ديجا احمد جوز كتب شنو اخر كتاب قريته السجاده الحمراء اه في الخصوص هذا لابراهيم الطيف شي تقول اللي جا فكره المهرجانات نبدا باحمد فكره المهرجانات ما نقدرش نقولوا شيء خاطر ديجا ما تراهوش عليه يا اخي انت ريت مره واحد جاب فكره مهرجان اه نعرف وقتاش تسمع باسمه يحكيوا على الفساد هذاك مدير المهرجان اي اما طارق المهرجانات نورمالمون كي تجي باش تعرف بالفن تعرف بالممثلين تعرف بالله لكن توا طارق للاسف وليت تجاريه بحته اوه لا مش طارق مش كل لا 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 مريم بن شعبان حكيت لنا على خليها في يتكلم فما مهرجانات فما نتاع السينما دوتور وكل شيء زاد فما المهرجانات ماشيين في ليفينمون كيما تقول انت في حاجه كوميرسيال ابخي زاد راهو سان ايفينمون توريستيك اكثر من كل شيء اما في تونس كوميرسيال صعيب السينما المؤلف اسهل حتى في الدعم بون نحكيو على دو سيركوي مختلفين هذا نتاع موضوع كبير على الاخر في العالم كله فما سينما دوتور فما سينما كوميرسيال احمد ارجع لي للمهرجانات مهرجانات طارق ماكل جاكسون ما في تونس الوحيد تقدمره مهرجان كبير هاوك قدموه في تونس ماكل جاكسون ابون تقدم ماكل جاكسون في باليش, نعم. في باليش. ما سمعتش جانيت جاكسون كي تعادت مع اوبرا في البرنامج الامريكي شنو هي قالت اش قالت قالها قتلها دو يو لايك تونيزيا قتلها ناو كلابه قلابه هكا الصوره اللي دايره قعدت الكلمه الوحيده اللي متذكرتها من تونس هي قلابه صوروا ولادو كل وقت اللي يبكيو في مطار كرتاش طلبوهم في فلوسهم الكل اكل الجروب تاع ماكل جاكسون الصغار ذوكم اللي كبروا لا امي معاهم الكل قلابة امي كانت مشاركه في الكوريغرافي اللي عملها مايكل بلي جاكسون بلي بالحق ارجعوا على اليوتيوب شوفوا كونسير ماكل جاكسون في المنزة حاجه برسمي فيت المستقبل حاجه احبط راه بصاروخ عمل ميزون سين كيكم كوا صاروخ وخرج منه حاجه مش نورمال وما ذاك علاش ما خلصوش قالوا له هاكا دورنا بيك حوسنا بيك في الصاروخ برا وحده هاي فل تشكر اللي جا فكره المهرجانات هكا ولا بالطبيعه لما حلو لي ديبا وتقابل الناس ولو بارتاج وكل شيء واضح بليل شنو تقول للي يمشي للمهرجان بلاش استدعاء نحب نقوله منين جاتك الاستدعاء نقوله بالرسمي هو نمام الاستدعاء معمول للفنانين ولا كيفاش يدخلوا هذوكم ولا كيفاش كنا مثلا نحب اللي جاب الفكرة هذه كيفاش جات مع الجرأة انه يعطي استدعاء مش للفنان سامحني بليل راهو فما عباد تعرف السيكوريتي وتدخل راهو حتى من غير ريزرفاسيون من غير استدعاء هذا بليل راهو موجود مش كان في السينما حتى في عرس في حومه تلقى عباد ما تعرفش هذا مش عرس عاد هذا اسمه جي سي سي كما تقول لي لي جي سي سي مش جي سي سي بليل صار فيها كلمه قبلها مش بليل تو فما بيوع فما ديسبونسور فما تحب ولا نكره فما موجود يجيب فلوس صحيح جيب فلوس يبيعوا الاوبيراسيون كوميرسيال يعني عادي ماركتينغ ماركتينغ انا ديك علاش مش خاطر ما صدعونيش مانيش ماشيه ولا ما مشيتش فهمت اما الحكايه هذوما ما تهمنيش لا مفاش الفريق الكل حضرت لكم الصدعاء باش تحضروا في الافتتاح لا طارق حتى كان باش تعطيتني صدعاء انا الاستدعاء نتاعي باش نعطيه لمروان اي ميرسي استنى لحظه برك انت على المقرونه والله لما تاكل المقرونه في دار شنو حكيت المقرونه في داركم في دار كامل ما استدعتنيش على مقرونه يا طارق انا الاستدعاء نتاعي باش نعطيه ليديا مقرونه بالعلوش في دارنا فنان والعلوش يتذبح قدامك هذه بابا البي دي جي بتاع معمل المقرونة اش مقرونة بالبرشني لا ما بالحق نرجع للموضوع نتاع ليزانفيتاسيون صحيح انا مانيش مستدعى بوغ لو مومون وكل مستدعين الكل عامل لكم ليزانفيتاسيون باش تحضروا في الافتتاح الفريق الكل قدام الباب حتى انا جيت نقول له سي ريزال بيه يجي يلقاني كل يوم في اي اف ام العشيه فهمت كان يحب يجيب لي لانفيتاسيون ولا حاجه معناتها فهمت اما انا ما تهمنيش المواضيع لا هو ريزال بيه بيلو واسع ياسر باش يستناك انت بليل بابا البيه باش تحضر في الافتتاح ولا بيان سور وقتاش هو الساعه لو جي سي سي شنو لو جي سي سي مطار في دي مارتين هو من 30 اكتوبر ل 6 نوفمبر هكا ولا هاي فيلم يلا سيدي نمشيو التلمي واي تو تويت Nouvelle génération. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Tell me why. Tell me why. Tell me why. Ooh. Why can't we live together? Marwan. خويا علاش الجمهور يحضر في الجي سي سي وبعد الجي سي سي ما عادش يحضر في يتفرج في الافلام؟
شبيه تو سامبلومون حنا شنو وي سي سي على خاطر في الجي سي سي وتو سكي ار وسينما اي تو الموضوع ما يهم كان الناس اللي في السينما اللي المخرجين الممثلين واللي بروديكتور اي تو دونك هما يكونوا موجودين على التابي روج الناس اللي تجي هما الناس اللي يقراوا ديجا في المسرح ولا يقراوا اخراج ولا سينما الناس اللي محيطين يعني بالمهرجانات كلهم يعني ولاد دومين اما مشاهير او ناس يحبوا يوليوا مشاهير انت كسامي الفهري المخرج تاخذ ممثلين برشا ممثلين يتعدوا كاول ظهور لهم في 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 جي سي سي تاخذ منهم تتبع غادي شو ايش نقول لك انا ما نتبعش انا تجيب لي سوسن جملي ونقولها شوف لي وجوه جديده سلموا عليها يا اخي جيب وجوه اقدمه لا دونك وجوه جديده كما اللي عندي سناء ونجم احمد لا جيمي يحكي لك على الوجوه الجديده كما شكون سيد احمد وجوه جديده سناء اول مره يسيب الكاميرا نزار سعدي نجلة بن عبد الله احمد علاش الجمهور يحضر في الجي سي سي وبعد يغيب على قاعه السينما وانت شو يهمك طار شو يهمك فيه شي يهمني فيه شي يهمك فيه طاقته وتسأل على واحد ليش ما يمشيش شي يعرف حتى التوينس علاش ما يتفرجوش شي ندخلك حرية ذي توا طارق ما تسألش ما هو توا هاي في المخرج دونك ينتج فيلم وكل يحب الجمهور يحضر بعض ودوره طارق شي يعمل إيرادات هو حر يرجع هو حر طارق هو حر ما هو احمد هو ايه هو عمل فيلم عارف هذه كلها اعمل استراتيجيه نتاع خدمه من تو تو باش تحسب بالعاطفه ما هو يخرج الفيلم وينجو إيه؟ ما يرجعش حقه كان بعد ما يحضر الجمهور السينمائيين ما يعملوا فيلم ما عارف الربح نتاعو يهديك يا اخي هكا تو طارق هكا تو طارق سيق التحيه ذي سيق سيق التحيه تو ذي هك انت ايش يهمك فيه انت كي تكتب وان مانشو كي نكتب وان مانشو اي وتصرف عليه وبرايف وكارين سالا كل ما يرجع حقه بعد بجمهور اللي يجي بتبيع كيما يجيكش شي يهمك فيه ماني انا شي يهمك ماني انا نحكي عليك باش يجيك جمهور اموره انا ما لعبت سنه فارغه اي قالوليش بمجحات قلت لهم امورهم هم احرار طارق بنت الحريات هذايا تشطوم عليه انت على ما ماني انت كتعمل ولا ما نشو يحضر لك سفر متفرج السفر هذاك عنده قيمه انت قلت يحضر لك صحيح سي فري السفر ميم لو زيرو ا اون امبورطونس شكون قالها شكون قالها دوتوفسكي طارق صحيح شوف اللاك زيرو انت ليديا العزب اللاك زيرو توا غالي صحيح شوف زاد حاتم بولابيار زيرو ولا كرونيكور ليديا علاش جمهور تلمي واي يحضر في الجي سي سي ثم يغيب والله خاطر الجمهور يجي الاكثر باش يتصور مع الفنانين وال معناتها والستار وكل ويروح على روحه ابو وانا انا بيرسونيلمون في بالي بين نهارين في الافتتاح وفي شو اسمه في الاختتاء احكي عليها شكسبير يلبسوا زروب من الاول وفي الاخر مع معان التبصص الممثل يشاهد ويشاهد والمتفرج يشاهد فقط نعم ها نعم شاهد فلم يشهد احد هاي في البريوس علاش الجمهور يحضر في اللي جي سي سي مالوغو ما سي فري ثم يغيب مثلا فيلم الفيلم الحس باش يكون موجود في القاعات بعد اللي جي سي سي ولا فيلم الحس انا كلمت مخرجين صحابي اللي عندهم افلام في ايام قرطاس السينمائيه فانا باش نلموا خمسه سته عامل مع بعضهم يهبط معناها سيكل كامل بلوك كامل تاع ساعه ونص ديكور ميتراج يهبطوا في الليسان علاش الجمهور يجي اي حاجه كتعمل استراتيجيه كوميونيكاسيون راهو الناس يجي دونك جي سي سي راهو فما كونفرنس دو بريس فما كميه كبيره نتاع فيلم فما دي ستار يجيو فما ممثلين فما دي ديبا دونك بالطبيعه باش تلم العباد باش يجيو معنا كل حفله وليت هكا الجمعه هذيك عباد فما ناس نعرفهم يجيو من الجنوب يجيو من الوسط عرفتك يجيو يكريو باش يجي يتفرج فك الافلام هذيك الجمعه هذيك وفما ناس ولات تستعمل في الجي سي سي باش تطلق الفيلم نتاعها تعمل لافون بريمير نتاعو في مقرات الزمان يستغل الفيلم ولا ويقعد من بعد يعمل سيكل نتاع دي بروجيكسيون واضح بليل علاش المتفرج يحضر في جي سي سي ثم يغيب ولا ما نعرف انت تفرجت مشيت هو شد اسمع المهم والله احسن حاجه اجابه بليل انا متفرج في برشا افلام اخر فيلم تفرج فيه الاخر مفس متفرج في عديد من الافلام اللي فيه في الجي سي سي نتفرج في الجي سي سي ديجا مكملوا مارتين انا عاودتوا مارتين عجبني في الاخر وين نهزكم انا مروان اليوم مش مشيو للديسكوتيك خاطر البارح مشينا للسلميه يلا مروان وي لو انت في سهريه أي. وقابلك مخرج من بعيد يا سي تحب تقنعه لي انت ممثل ويعيط لك كيفاش تعمل غير نقنعه ممثل لا شيء عايز سيرفور يقول جيب لاديسيون تاع تاول ذي نقول من بعيدك احمد العجيبي لو قدامك مخرج باش تقنعه باش يعيط لك معاه وانتم في نفس السهريه انا ما نخرجش ناصر ولو المخرجين قليل ونمشيو للسهريه انا ما نخرجش ناصر طارق بدي جا في الكاستينج انا وقت السهريه ميديا العسلي نقول للممثلين راهم ما يخرجوش يسهروا
سي بالي انت باش تقولي ما نخرجش نسهر. بلال عريبي نحب نمثل. نحب نمثل. هيف بن يوسف انت في السهريه وجاك ممثل حاب يقنعك انه يحب يمثل في السهريه. حسب الحاله نتاعو وقتها باش نقول له وي باش نعرف كيما استعمل الحاله نتاعنا اليوم. اي شكرا لكل الفريق ان شاء الله موفق. هيف بن يوسف اللي جي سي سي في فيلم ان شاء الله موفقين الكل. شكون سمينا الفريق نعمل لهم تحيه كان هكذا الفيلم الحس به الفريق ممثلين سميناهم بكري كل فريق تقني هجر صبري طيب بن عامر ذرار تليلي برشا برشا خاف ننسى واحد تكون مشيت غش فريق تقني كل ان شاء الله موافقين الفريق الكل وان شاء الله الجي سي سي يتعداو في احسن ظروف السنه. نقولوا عيد ميلاد سعيد الاميني كسوم نقول لك العام وانت حي بخير وان شاء الله عيد ميلاد سعيد. شكرا ويام في الاخراج حلمي منذر في الاعداد ايمان ويام ويل في الاف ام تي في. احنا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت الى اللقاء. تشاو تشاو. IFM, nouvelle génération, Tarek El-Hanachi.